أما المركز الأول فكان من نصيب صالح أحمد تكريم من بنغلاديش. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله على المركز الأول. الحمد لله الحمد لله. الآن أتشرف بدعوة راعي الحفل الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم لالتقاط صور تذكارية مع جميع المتسابقين المشاركين في الدورة 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم. شكراً الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم على تشريفكم حفلنا هذا. إذن أيها الحفل الكريم، مع مشاهد الفرح وأجواء البهجة بين الفائزين والمشاركين، نختتم فعاليات الدورة 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، على أمل أن نلتقي بكم في فعاليات أخرى من فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، نشكركم على انضمامكم إلينا هذا المساء. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الهدب. صوتا يعلق نور الله في الهدب. يا حاملا لكتاب. لحظة التكريم. أتشرف بدعوة الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم لبدء مراسم التكريم. بشهر الصوم والدنيا ملاها الذكر والتهليل ونور جائزة قرآ ضيوف دبي تحييها لفانا عامها الحالي بشاير والفرح قلي سحايبها يسابق غيثها خطوات لا فيها. بشهر الصوم والدنيا ملاها ذكر والتهليل ونور جائزة قرأ ضيوف دبي تحييها. ضيوف دبي تحييها لفانا عامها الحالي بشاير والفرح قنديل سحايبها يسابق غيثها خطوات لا فيها. ضيوف دبي تحييها صدى الآيات ما بين السجون بجهدها تحصيل مراكز لجل تحفيظ الصغار انشت مبانيها. صدى الآيات ما بين السجون بجهدها تحصيل مراكز لجل تحفيظ الصغار انشت مبانيها.